السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الغد اللي غيكون دائما في باري فانسن. باري فانسن في رينيو ان في تروازيام كورس، في الكورس التروازيام مع 8.4 تقريبا، عطلي كورس دي 56 الف اورو في 2100. غيكون فقط 13 عود، تيران راه معروف سوندري، كورت اغوش والجران بيست في الديبار وتوستار. على كل حال اخواني، بالنسبة للتوقعات ان شاء الله ليوم الغد، اول خيول كاين فيلو دو ايل ديال جوزيف موتيير، كريزي جون ميشيل بازير اللي غير كبعدو لأول مرة، غيبار دو تيار، فرانك نيفار، سيلفيان روجر. هذا هو العود اللي محطم احسن كرونو في الاوتوستار على ما اظن. هو الاول تروا هو الميور كرونو، هو الخمسة الاخوان هما مسبقين الرقم ثلاثة، ربما على ود النمرة الصغيرة غتكون. كما كنشوفوا الكات والدوز كذلك عندهم ان اونز كات والدوز ان اونز كات، الان ان اونز سيس والاونز ان اونز سيس، واخر عود هو السبعة جرانيتا دو فيت. جرانيتا دو فيت دارت لينا الدوزيام بلاس في ميلا مع لي في ميل على نمرة واحد، والجولدن جراس رقم 12 كان جات لينا تروازيام 140 نمرة 12، 140 في الكوطاج كانوا جراو غيري في يمين. بالنسبة للإخوان التوقعات ديالي إن شاء الله نتمنى نكون موفق الإخوان. فرانشو فالتير في 5 تسعود 4 جوج، كاين 1 و 3 و 7 و 5 معاود، 6 8 13. كما كنعرفوا الاخوان بان الراس ديال بلي رابيد الاخوان لا غالبا ما تجيش، خير دليل اليوم كان الويت، كان الويت درنا ديسكاليفي، كناش محظوظين اليوم بتاتا، كنتمناو يوم الغد ان شاء الله نكونوا محظوظين. فرانشو فالتير في 5 تسعود 4 جوج، الجوج غير كبعلو بازير لاول مره. الامتياز عند هذا العود هو انه ما كيديسكاليفاش قليل، مع جون ميشيل بازير كنتوقع منه الكثير غدا. بالنسبه للنون سيتي هو نيت، كاين في النون سيتي وكاين ديس العود ديال جون بول جوف، عفوا ديال فيال لورون فيال، وكاين 12 في ميلان اللي مشات لينا مع السبعه، غيبقى دوز دي في راس كاتر بي، ولكن السبعة غيدير لينا بلاكي مع سيباستيان ايرنو. عفوا اخواني الكرام، بالنسبة لذاك التسعود العود ديال دانوفار غانيو على ما اظن اخر كورسا في واحد الكاتيجوري كان في البروميير بوطو، كان في البروميير بوطو ربح لينا الغانيو ديالو كان تيف 68 الف اورو، ولكن راه كاتيجوري كان هو عنده افونتاجي في البروميير بوطو، كان افونتاجي في البروميير بوطو كان ربح لينا ب 13. الكاتيجوري كان تقريبا هو اللي بقى في البروميير بوطو في الكورس سي، وهي غير كورس دي، ولكن هو كان في البروميير بوطو. ربما غادا تكون شوية صعيبة علو، هذاك اللي دار ديزيام جيمي دي بوميرو هو الدوز ديال اليوم، قاليت ستيد عاود لي رجع لمونتي، فانكي دارب كذلك هاد العود ديال جون فرانسوا سيني، فيليكس ديبورغ عاود ديال برونو ماري، وكان في ديال مادريد كان دار لينا ساتيام وفلام فيف كانوا كاملين في الدوزيام بوطو، 50 بلاك كذلك 50 بلاك. الويت ديال اليوم النفع اخواني عندي مشكوك شي شويه، مي انا غادي نحاول نختار واحد السته ديال الخيل
وغادي نخلي واحد العود في الروغري عندي على ود هو الاول ديال البلي رابيد. اذا 5 9 4 2 انا اختارينا منها 5 2 اختارينا الان والطروه والست. بالنسبه للنون سيتي كما كتشوفوا دو ديس دوز دو ديس دوز. بالنسبه لا سيليكسيون ديالي غدا تكون كالتالي 5 2 8 7 10 12 والعود 6 ايام هو الرقم 3 يعني كعود اضافي كعود اضافي. الى رجعنا ليه الاخوان الرقم 3 ومشينا ليه البلي رابيد ديالو انديس انديس 9 كرونو قوي فرانك نيفاغ على ما اظن هو الراكب هو عود ديال سيلفيان روجر 8 بلاس مع الكريك دافاروش ربما من الخيول القوية هادي وكان دار لينا انديس ربما في الكورس او لبي دي في 44,000 أورو 2022 في شهر 2 كان دار لينا 8 بلاس. بالنسبة لهاد العود هذا مؤخرا عنده خسائر ولكن محطوط ليا عند فرانش شوفالتير في واحد البليصة اللي تقدر تجي تروازيام انتريز انتريز اخر وحدة في شهر 9 انتريز في نفس الكاتيجوري ربما هي هادي تروازيام على النمرة 5 فيليب لوكان كرون فافوري وكان مشى مع فيلو دو ال رقم واحد رقم واحد رقم واحد. اذا اخوتي انا حطيتهم كاملين هنايا 6 شوفو ممكن نقصوا من شي عود. المهم انا عندي داك الجوج الاخوان غدرني الجوج اليوم كنت نقول كاين بازيت بيه ما خليت ما لعبت بيه مي عنده اون اوتر كورس في لافان ديال الشهر هذا في الاوتو ستار هادشي اللي شفت انا عند تيرف مانيا كانوا كتبوا عليه. ما سيليكسيون ديالي 5 دو 8 7 10 12 والروكلي هو الرقم 3 للعود اللي مشى فافوري. تيبقى الواحد الاخوان الواحد راني الواحد راه عندي الواحد الواحد عندي الواحد عندي لانه خصو يرجع داك الواحد 5 2 8 7 10 12. المهم الاخوان لا باز ديالي 5 2 غتكون باز ان شاء الله. بالنسبة لهذا الرقم 8 نقدروا نديروا واحد العود يلا باط الواحد راه عندي الاخوان باش ما يقولش حق علاش فينا هو الواحد الواحد راه غير نسيتو ما بغيتش نحط ويتشوفو ما بغيتش نحط ويتشوفو في الكاتيجوري في ديال 13 عود يعني ولو تجي كحله المهم ما غتجينيش انا نحط ويتشوفو في الكورسا غيكون عليه موتيير كندخل في التوكار كندخل في الاوتسايدر هاد الواحد كرونو عندو زويون عاود ديال 8 سنين. بالنسبة لرقم 8 في لو مايكاش هدا عاود الاخوان غير رجعلو الديفيراج من الخيول اللي دارت لينا واحد البريباراسيون في 4 ديال لي كورس وغادي يرجع لينا الاوتو ستار ديالو اللي كان مشا فيها شهر 6 شهر 6 جوج كورسات في الاوتو ستار 4 دوزيام. العود الى كان الاخوان واجد راه غادي يكون وناد ماتيو افريفار يا خوتي في ما كنلعبو ما كيجينيش 50 بلاك الويت ديال اليوم الويت ديال اليوم من الخيول الارجي كانوا في الخيول الارجي دابا عندو 8 سنين شكون هما الخيول ديال 8 سنين اللي يقدروا يبلاصيو لينا هو جاي دي فيلي كاتر بي هو اخر كورسات ديالو كان تيدير لنا البلاكي في واحد لاك في لي كورس الاخرين ديالو كيدير لينا البلاكي
دابا غيدي فيه داك الطربي ربما تقدر تكون يعني البلاكي 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 عندو دي فيه راه شنو دار فيها انتريز انتريز في شهر خمسة كانت تغلب لينا على الرقم جوج كريزي كريزي ماتيو ابريفال هنا نمرة جوج نقدروا نختاروهم اخوتي بجوج نقدروا نختاروا بريزا بعدا نختاروها من هنايا خمسة الخيل خمسة تمنية واحد جوج ثلاثة خمسة تمنية واحد جوج ثلاثة 12 درهم اللي بغى يزيد يزيد داك العشرة لأنه هونغر ديال 8 سنين فابيلوس بيا لوريجين ديال إبيس فيرفيال إيكوري ديال جاك دي بيلوي هاد العود لوريجين ديالو متهضرش على هاد العود لوريجين ديالو الإيكوري ديال إبيس فيرفيال هذا عود ديال كاليير عود اللي صراحة عنده في يدو عنده ان كانتي غانيو وربما علاش لا تيعاود لينا الكانتي ديالو ما عندوش شي مشكل ديسكاليفا لينا في لا ديستونس طويلة ربما كان في الدوزيام بوطو ربما بزاف الامور اخر كورسة في الاوتوستار ديالو كان دار لينا بروميير ان دوز الان دوز ديالو دار لينا في هاد العام هذا في شهر واحد كان مشى على نمرة 11 أليكسيس كولي ب40 خويو اللي كان تغلب عليها كان خويو الأرجية 8 سنين هذا هو اللي نقدر نزيدو أنايا في ستة شوفو في ستة شوفو في ستة ديال الخير إذا خمسة جوج واحد تمنية خمسة جوج واحد تمنية عشرة ثلاثة خمسة جوج تمنية واحد ثلاثة عشرة هاديك سبعة اتناش غتبقى كخيول مشكوكة وصافي بغي يزيدها راه يزيدها هادشي اللي بالي يا خوتي ستة ديال الخيل خمسة جوج تمنية عشرة ثلاثة واحد هادشي اللي كاين اخوتي دمتم في رعاية الله وفديه ومع السلامة